ويا مساء الخير. فيديو النهارده احنا هنتكلم عن ازاي نفتح البوت لودر لاجهزه يعني فيفو ريلمي الاجهزه دي، لكن ركز في النقطه دي، لازم يكون بمعالج ميديا تك. طب لو انت مش معاك ميديا تك وجهازك سناب دراجون، هتستنى في فيديو انا هعمله الفتره الجايه تقريبا، ممكن يومين او ثلاثه هنزل فيديو لسناب دراجون ازاي تفك البوت لودر لريلمي واوبو. لكن بالنسبه لفيفو الاجهزه دي لسه شويه قدام، لان انا لازم يكون معايا جهاز فيفو عشان اجرب. انا ما ينفعش انزل حاجه انا ما جربتهاش، حتى لو ناس شرحتها انا برضو انا ما جربتش، فما اقدرش اقول لك اه او لا. فهنستنى بالنسبه للاجهزه دي. فيلا خلينا نخش على الشرح ونشوف ازاي هنعمل ده بكمبيوتر. ان شاء الله بكره تقريبا هينزل فيديو من غير جهاز كمبيوتر خالص، بموبايلين عادي، وهنفك البوت لودر، وكمان تقدر تعمل روت، وكمان تقدر تعمل ريكفري معدل برضو. يلا بينا. طيب في البداية الجهاز اللي هنستخدمه هنا هتفتحه عادي جدا، هتفتح الضبط، بعد كده انزل تحت شوية دور على حول الهاتف، بعد كده هتلاقي فيه حاجة اسمها ايه بقى، البيلد نمبر او رقم الاصدار، هتدوس عليها. طيب زي ما انت شايف بيقول لي ان انا خلاص مش محتاج لان انا مطور بالفعل، ارجع لورا. بعد كده ادخل على الاديشنال سيتنج او الاعدادات الاضافية، بعد كده هتلاقي في حاجه اسمها خيارات المطور اهي، خش عليها شغلها. انزل تحت شويه هتلاقي في حاجه اسمها او اي ام انلوك، شغلها اهي. بعد ما بتشغلها ما تنساش ان انت تشغل حاجه اسمها اليو اس بي ديباجنج، اللي هي تصحيح اخطاء اليو اس بي، شغلناهم هما الاثنين. خلاص وصل بقى جهازك بالكمبيوتر زي ما انا وصلت اهو، كانسل، تمام. طيب كل اللي احنا محتاجين نعمله ان احنا ندخل الجهاز بتاعنا في وضعيه الفاست بوت. لو انت مش عارف الفاست بوت، انك كل اللي عليك انك هتطفي الجهاز خالص، بعد كده هتدوس على زرار الباور مع اللي بيوطي الصوت عشان يفتح الفاست بوت. طب لو انت شخص كسول شويه زيي هتعمل ايه؟ هتفتح السي ام دي بتاعك اهو، هتكتب اي دي بي ديفايسز، طيب هو في جهاز بالفعل وده الكود بتاعه، هتكتب كده اي دي بي ريبوت بوت لودر، تروح داس على انتر زي ما انت شايف كده. دلوقتي ظهرت لي مسج ان هو عايز يعمل اليو اس بي ديباجنج، فانا بدي له الصلاحيه وادوس اوكي. مضطر ان انا اكتبها تاني، اي دي بي ريبوت بوت لودر وادوس انتر. زي ما انت شايف الجهاز دخل في وضعيه الفاست بوت. طيب جهازنا طبعا البوت لودر بتاعنا مقفول، طيب نفتحه ازاي بقى؟ ركز معايا في الحته دي. هتدي له الامر ده فاست بوت فلاشنج ان لوك، وادي له انتر. بص ظهرت لي كام حاجه هنا، بيقول لي هنا ان انا لو عليت الصوت فانا بالفعل عايز افتح البوت لودر، وهقول له اه. طيب انا المفروض ان انا هعلي الصوت كده، اول ما بدوست على اللي بيعلي الصوت هو المفروض ان هو طلب مني ان انا اعمل له الانلوك، خلاص هو كده اشتغل. طب اعمل ايه بعد الخطوه دي؟ هو حاليا على الفاست بوت، فانا كل اللي هعمله اكتب فاست بوت واقول له ريبوت بس. تعال نشوف بقى كده الجهاز هيفتح عادي جدا، فاحنا كده فكينا البوت لودر بتاع الجهاز، هنستناه يحمل. طيب يعني خلينا نقول فرضا جدلا يعني ان الجهاز بتاعك فيفو مثلا والطريقه دي ما اشتغلتش، فتعمل ايه؟ هتدي له الامر ده فاست بوت او اي ام ان لوك وتهت انتر، يعني لو تخبط انتر هيظهر لك نفس الموضوع، هتفك بيه عادي البوت لودر
عادي جدا، لكن احيانا بتبقى اجهزه واجهزه، انت فاهمني؟ طيب زي ما انت شايف الجهاز طبعا عمل ضبط مصنع، لان ده طبيعي ان هو يفرمت الجهاز اول ما انت بتفك البوت لودر بتاع جهازك. فانا طبعا هعمل يعني الاعدادات سريع سريع، بحيث ان احنا ايه نبدأ ونشوف الحاجة اشتغلت ولا لأ. بص يعني سكيب سكيب، عايزين بس ايه يعني نخليه بس يفتح. طيب الجهاز فتح واشتغل اهو، نخش على السيتنج، تعالى ندخل تاني برضو على حول الهاتف، وهنيجي عند البيلد نمبر اهي كده. انا بقيت مطور تمام، هرجع على خيارات المطور، وهاجي هنا عند developer option. بص كده معايا ال OEM unlocked، خلاص يعني انا ما اقدرش حتى اقفلها، ده كده خلاص البوت لودر اتفك. طيب كده احنا فكينا البوت لودر، ان شاء الله يعني ممكن كمان في خلال ساعات او بكره بالكتير هينزل فيديو ازاي نعمل الروت، وممكن الفيديو اللي بعده ان شاء الله برضو ينزل فيديو ازاي تعمله بدون جهاز كمبيوتر وكده.